كنا متوقعين، بس ما كنا متوقعين انه شو 4 سنين 5 سنين، انه قلنا يمكن يعني فترة سنة، شهر شهرين، ثلاث واربع وخمسة، وين وسنة وسنتين، ما له 4 سنين. يعني وين صارت بهاي اي دولة؟ شو 4 سنين واحنا متحاصرين، واحنا مشرادين، واحنا لاجئين. صعب الحياة هيك، صعب كتير. الكهرباء على طول مقطوعة علينا، ما في كهرباء، كله وقفت، سكرت الطرقات، سكرت علينا، صرنا مثل المحاصرين. يعني لسه عم شوف بدال انه ما بتنفرج عم تسوء اكتر، مصير يعني اسوأ كل يوم، عم يسوء اكتر من يوم. تغير علينا كتير الوضع، ما لا تأخذني هلا، ما نو مثل عنا هنيك يعني ببيتنا، نطلع وقت ما بدنا ونجيب، كل شيء مأمن لنا. يعني تحسوا هون كله غلا، كله غلا وكله مصاري. يعني حتى بدك تمشي على الطريق بدك تدفع مصاري، بدك حكمة، بدك دواء، بدك دكان، بدك خبز، بدك غاز، بدك كله هذا بدك تدفع على مصاري. يعني هنيك كنا يعني أشوي من أشوي أرحم. لا ما في مستقبل، لأنه محطم واقف تعبان من جد. عمره سنة تعرف أنت، يعني اللي عنده أولاد عنده بدن حكمة، بدن لباس، بدن مصروف، بدن يعني صعب كتير لما الولد وهو متهجر.